أرحب بضيفي من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ عمر. دكتور محمد، برأيك يعني تابعنا الآن صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية التي كفلها وحددها الدستور المصري، ولكن برأيك هل نستطيع أن نقول بأن هذه الانتخابات تمر في ظروف استثنائية أو تجرى في ظروف استثنائية ربما لم تشهدها الانتخابات المصرية السابقة؟ يعني هذا صحيح، هناك يعني عوامل عدة تجعل هذه الانتخابات خصوصية كبيرة بالمقارنة بالانتخابات أو الاستحقاقات الرئاسية السابقة، يعني خاصة منذ عام 2011 حتى الآن. في رأيي هنا أهم هذه العوامل تتعلق بطبيعة اللحظة الراهنة. نحن الآن يعني في الجوار الشمالي المصري هناك أزمة كبيرة، وهي ليست أزمة إقليمية ولا أزمة يعني على الحدود المصرية، لكن هي أزمة دولية وإقليمية بامتياز، فضلا عن علاقتها المباشرة بالأمن القومي المصري. كان هناك موجات تصعيد عديدة بين إسرائيل وبين الفصائل الفلسطينية، لكن هذه الموجة من التصعيد أو هذه الحرب الخامسة على قطاع غزة تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للأمن القومي المصري. هذه هي المرة الأولى في موجات التصعيد السابقة التي ينطوي فيها هذا التصعيد على تهديد مباشر للأمن القومي المصري، بالنظر إلى يعني وجود مخططات إسرائيلية لتهجير قصري للأشقاء الفلسطينيين خارج قطاع غزة وتحديدا داخل مصر أو داخل سيناء. هذه هي المرة الأولى التي يقترن فيها هذا التصعيد في السنوات الأخيرة بهذا الخطر الكبير. فضلا عن ذلك، فهذه الأزمة طبعا ترتبط بتكاليف ضخمة على المستوى الإنساني داخل قطاع غزة بالنسبة للأشقاء الفلسطينيين، وهذا فرض يعني مسؤولية كبيرة على صانع القرار في مصر وعلى الدولة المصرية وكل مؤسساتها للتعامل مع هذه الأزمة، سواء فيما يتعلق بتخفيف المعاناة الإنسانية على الأشقاء الفلسطينيين أو لإنهاء هذا العدوان من خلال ضرورة الوصول إلى يعني فرض إطلاق نار في ووقف هذا العدوان، وهذا هو ما تقوم به الدولة المصرية، مؤسسات الدولة المصرية كافة، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية. هناك جهود دبلوماسية ضخمة في هذا الإطار، بالإضافة إلى التعامل مع كل جوانب هذه الأزمة بما فيها إجهاض مشروع الإسرائيلي لفرض التهجير القسري وحماية الأمن القومي المصري. هذه خصوصية أولى أساسية ترتبط باللحظة الراهنة، لكن بالإضافة إلى ذلك هناك في رأيي عوامل أخرى تجعل هذه الانتخابات خصوصية. هذه هي المرة الأولى التي منذ عام 2011 حتى الآن التي يكون فيها منافسة بين مرشحين، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية هناك أيضا مرشحين من جانب أحزاب سياسية. هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها إقبال كبير من جانب ثلاث أحزاب سياسية تسعى إلى طرح مرشحين لها في هذه الانتخابات. هذا في رأيي يعود إلى عامل ثالث يميز هذه الانتخابات أو يعطيها خصوصية أخرى، وهي أنها سبقها الحوار الوطني. الحوار الوطني كما نعلم كان عملية مهمة لفتح آفاق سياسية يعني تعزيز حالة التوافق داخل المجتمع المصري وبين القوى السياسية. ما نشهده من حرص عدد من الأحزاب، ثلاث أحزاب سياسية، على المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي، أعتقد أنه راجع إلى قناعة هذه الأحزاب بالحوار الوطني والنتائج المتوقعة لهذا الحوار عندما يتم يعني تنفيذ أو تطبيق المخرجات التي خرجت عن الحوار الوطني حتى الآن، والمتوقع يعني استكمالها بعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي. ففي رأيي هذا، بالإضافة إلى عامل آخر أشير إليه باختصار، وهو أن الآن بعد تسع سنوات منذ عام 2014 حتى الآن أصبح لدينا نموذج مصري في عملية التنمية وفي عملية الإصلاح بشكل عام، سواء الإصلاح الاقتصادي أو المالي أو السياسي أو عملية التنمية التي قطعت أو حققت شوطا كبيرا منذ عام 2014 حتى الآن. هذا يعني شيئا مهما بالنسبة للمصريين، وهو أننا نحتاج إلى استكمال هذا المشروع التنموي الكبير
بالإضافة إلى غيرها من الاستحقاقات الاقتصادية والتنموية بشكل عام. فكل هذا في رأيي هو الذي أعطى هذه الانتخابات أهمية وخصوصية بالمقارنة بكل الانتخابات السابقة. طيب دكتور محمد، يعني الحقيقة تفنيد رائع لكل هذه العوامل والمؤثرات، ولكن العامل الأول الذي ذكرته وتفضلت بذكره منذ قليل وهو ما يتعلق بالوضع في غزة وتبعاته على الأمن القومي المصري، إلى أي مدى سيؤثر هذا على مزاج الناخب المصري في الداخل؟ بالفعل رأيناك أثر بشكل كبير في انتخابات الخارج في مطلع هذا الشهر، كيف ترى سيؤثر كذلك على تصويت وتوجهات الناخبين في الأيام القادمة في العاشر والحادي عشر والثاني عشر؟ يعني طبعا معروف في كل الانتخابات في العالم هناك يعني دائما ما يكون مجموعة من القضايا التي تهم الناخب المصري. في بعض المراحل في بعض المجتمعات في لحظات معينة تكون القضايا الداخلية هي الأولوية، هي التي تمثل المعيار الرئيسي في الاختيار بين المرشحين وتحديد يعني اتجاهات التصويت. يصدق هذا على الديمقراطيات الرئيسية في العالم سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو القوى الديمقراطيات الأوروبية. القضايا الداخلية فرضت نفسها في بعض المراحل، لكن هذا لا ينفي أنه في بعض اللحظات أو في بعض المراحل تكون القضايا الخارجية هي الأهم، وهذا في رأيي هو ما حدث في مصر خلال الفترة الأخيرة. يعني الأحداث الجارية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي بما يتضمنه من أبعاد يعني كما أشرت إليها سابقا، وأخطرها وأهمها هو المخاطر الخاصة بالأمن القومي المصري وبالتصفية أو المخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية. هذا في رأيي أدى إلى أولوية رئيسية لقضية الأمن القومي في مصر في هذه اللحظة. بالتأكيد المواطن المصري سيضع هذا الاعتبار في يعني أثناء عملية التصويت، وهذا ما حدث بالفعل. يعني الذي يتابع يعني التوجهات المصريين خلال الفترة الأخيرة أو منذ أن بدأت الأزمة الحالية في قطاع غزة سيلاحظ أن القضايا الداخلية تراجعت إلى حد كبير بالمقارنة بهذه القضية. هذه القضية أصبحت هي الأهم الرئيسي بالنسبة للمواطن المصري. ولكن العامل الاقتصادي الذي ذكرته حضرتك دكتور فايز، هل ترى بأنه قد توارى وجاء ثانيا بعد تحدي مهم وتحدي يتعلق بالأمن القومي المصري ويتعلق بالأشقاء قطعا في قطاع غزة، ولكن هل أمام صناديق الانتخابات هل سيفكر الناخب في البعد الاقتصادي أم سيفكر في البعد الأمني؟ يعني أعتقد البعد الأمني سيكون له الأولوية في هذه الانتخابات، وهذا يعني ما كنت أشير إليه أن متابعة توجهات المصريين والسجالات الجارية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات التي يعبر فيها المواطن عن آرائه أو توجهاته، أعتقد أن قضية الأمن القومي هي القضية الأولى والمركزية الآن بالنسبة للمواطن. هذا لا يعني أن القضايا الاقتصادية ليست ذات أهمية، لكن بالمقارنة بقضية الأمن القومي، قضية الأمن القومي بالتأكيد هي القضية المحورية والرئيسية. وهذا يعني شيئا مهما أننا نحتاج إلى قيادة سياسية قوية، نحتاج إلى قيادة سياسية تدرك معاني ومقتضيات حماية الأمن القومي، نحتاج إلى قيادة سياسية يعني لديها خبرة يعني واضحة فيما يتعلق بالتعامل مع حماية أو مقتضيات وشروط حماية الأمن القومي. هذا أعتقد سيكون واضحا. حتى فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية أعتقد أن المصريين يعني يميزون الواضح بين المشكلات الاقتصادية الآنية أو العرضية المرتبطة بعملية التنمية وبين عملية التنمية نفسها. يعني هناك تمييز في رأيي كبير بين لدى المواطن المصري بين عملية التنمية الجارية منذ عام 2014 والنجاحات التي حققتها وبين بعض المشكلات المالية التي ترتبط في الأغلب يعني لا يوجد عملية تنمية بدون أن يكون لها تكاليف أو لها يعني بعض المشكلات. فبالتالي في رأيي أن المواطن المصري يدرك هذه المسألة بوضوح. أولا هو يميز بين أولوية قضية الأمن القومي
وغيرها من القضايا. وداخل القضايا الاقتصادية أعتقد أنه يميز بشكل كبير بين أن هناك عملية تنمية لا يمكن إنكارها، وهي يعني وصلت أو موجود يمكن تلمسها بشكل واضح وصريح خلال السنوات التسعة الماضية ومنذ عام 2014، بالإضافة إلى البيئة التي عملت فيها أيضا عملية أو جرت فيها عملية التنمية. كان لدينا تحديات أمنية كبيرة مرتبطة بموجة الإرهاب التي بدأت في عام 2013 والنجاحات الكبيرة التي تحققت فيما يتعلق بهذه القضية. طيب، وهذه قضية أمنية أيضا. دكتور لا محمد يمكن... نعم، وحضرتك مدير واحد من أهم مراكز الدراسات والأبحاث في الوطن العربي، برأيك في سواء برامج المرشحين أو مما ذكر من خلال حملاتهم الانتخابية أو حتى ظهور بعضهم على وسائل الإعلام المحلية والدولية المصرية، كيف ترى رؤية المرشحين فيما يتعلق بهذه القضايا سواء الأمنية الاقتصادية الاجتماعية؟ كل هذه التحديات هل جاءت ملبية لطموحات المواطن المصري؟ هل ترى بأن فيها تنوع يمكن من خلاله أن يذهب المواطن لكي يختار أي من المرشحين الأربعة بعد أن قرأ واقتنع بما أو بالتوجه الذي ينتهجه هذا المرشح؟ يعني أنا أريد أن أضع مسألة الانتخابات ومسألة يعني الرؤى التي طرحت في هذه الانتخابات في إطار أوسع، بمعنى أنه يكفي في هذه الانتخابات أنه أصبح هناك استعداد لدى أحزاب سياسية للمشاركة في هذه الانتخابات وخوض هذه الانتخابات رغم ما قد يكون لديها بتقديرات يعني فيما يتعلق بفرص النجاح في هذه الأحزاب في هذه الانتخابات. ربما البعض لا يرى أن هناك فرصة كبيرة لديه في هذه الانتخابات، لكن المهم في هذه المسألة هو أن هذه الأحزاب قررت أن تخوض هذه المنافسة. هذا في حد ذاته أعتقد أن الكاسب الرئيسي فيه هو المجتمع المصري وهي القوى السياسية بشكل عام. هذا تطور كبير بالمقارنة بكل الاستحقاقات السابقة، وفي رأيي هذا يعود في جزء منه إلى خبرة الحوار الوطني وتكون قناعة لدى هذه الأحزاب بأهمية المشاركة في الانتخابات وأهمية أن تقدم مرشحين لها وأهمية أيضا أن تعرض رؤاها في لدى المواطن. لكن في رأيي أنه المواطن في النهاية سيكون لديه بالتأكيد اعتبارات محددة، سيكون لديه معايير محددة في الاختيار. وفي رأيي أنه كما أشرت قبل ذلك هي قضية الأمن القومي هي القضية الأولى. هناك يعني إدراك لدى المواطن المصري بما هي شروط القيادة السياسية المطلوبة في هذه اللحظة للتعامل مع هذه القضية. فضلا عن ذلك فإنه نحن نتعامل مع خبرة تحققت منذ عام 2014 حتى الآن فيما يتعلق بقضية التنمية، فيما يتعلق بأولويات عملية التنمية. نحن جزء من مشروع تنموي كبير بدأ في عام 2014 كان له أولويات محددة في السنوات السابقة، وهناك أولويات أخرى سيتم العمل عليها في المرحلة المقبلة. ففي رأيي أننا هناك إدراك للمجتمع المصري بأهمية أن تقدم الأحزاب السياسية مرشحين لها في هذه الانتخابات، لكن في نفس الوقت المواطن المصري أو الناخب بالتأكيد لديه معايير محددة في اختيار القيادة السياسية في الانتخابات القادمة. أشكرك جزيل الشكر من القاهرة ضيفنا الكريم دكتور محمد فاز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الأساسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لوجودك معنا الليلة.